لماذا نذكر كولومبو ومؤتمر عدم الانحياز؟ نذكره لسبب واحد، لا لأننا كنا ننتظر من كولومبو أن يثبت أو ينفي مغربية الصحراء، هذا شيء لا جدال فيه، ولكن كنا ننتظر من كولومبو أن يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. كنا نريد أن يعرف الناس النوايا الحقيقية لمن هم يساكنوننا ويجاوروننا.